في بيوتنا مش محتاجين بس فرش وغطى علشان نحس بالدفى، في بيوتنا محتاجين فرش من الحب وغطى من الحنية والأمان والود والاستقرار. الأمان في كل حاجة، الأمان في التمسك والأمان كمان في التخلي. أهلا بيكم مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة وجمال في كل مكان، هكون معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيوت دافية. أنا نسمة عبد الوهاب، كل يوم أربع لمدة نص ساعة من دلوقتي. هدفنا النهاردة إن احنا نرجع الاستقرار والدفى جوه البيوت مرة تانية، خاصة إن رتم الحياة السريع خلى الحاجات دي للأسف اختفت من بيوتنا. وعشان نرجع ده محتاجين نتخلى عن بعض الحاجات، وفي حاجات تانية ما ينفعش نتخلى عنها. والحقيقة خلينا نقف عند كلمة نتخلى. كلمة تخلي دايما بتيجي في أذهاننا المعنى السلبي للكلمة، في حين ان احنا لو بصينا لها من منظور اوسع هنلاقي ان التخلي زي ما هو له شق سلبي كمان له شق ايجابي، وده على حسب انا هتخلى عن ايه، وبرده على حسب ايه الظروف والدوافع اللي خلتني اتخلى عن الشيء ده. النهارده هنتكلم عن تفاصيل كتير تخص موضوعنا مع ضيفتي الكريمه دكتوره جيهان الشرقاوي، اخصائي واستشاري الصحه النفسيه وطب وعلم النفس الاكلينيكي، وده ان شاء الله هيكون بعد الفاصل، وهنخرج فاصل صغير ونرجع تاني، واستنونا وبيوت دافيه. اهلا بيكم مشاهدينا، ورجعنا مره تانية من الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه على ان احنا هدفنا ان احنا نرجع الامان والاستقرار لعلاقاتنا ولبيوتنا، والحقيقه هيشاركني النهارده ضيفتي الكريمه دكتوره جيهان الشرقاوي، استشاري الصحه النفسيه وعلم النفس الاكلينيكي وعضو المجلس القومي للمراه، وفي 2019 تم اختيارها كأحد افضل الشخصيات، او هي افضل الشخصيات في الوطن العربي في تنمية المرأة من قبل اتحاد القبائل العربية، كمان رئيس لجنة الأمومة والطفولة المنتدى المرأة الأفرو أسيوية، ورئيس المرأة في الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك أستاذة نسمة، وبجد سعيدة أن أنا موجودة معاك النهاردة وعلى قناة الصحة والجمال. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ان احنا هدفنا ان العلاقات والاسر يعني تكون فيها نوع من انواع التخلي الصحي، ده ان صح التعبير. البدايه عايزه اعرف من حضرتك يعني ايه تخلي؟ بصي اقول الاول بدايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه يمكن من اهم الموضوعات بجد اللي احنا هنتكلم فيها بقى كانها بتمس بيوتنا، عشان احنا بنتكلم في بيوت دافيه، فهنتكلم في علاقاتنا البشريه والتخلي عن طريق العلاقات البشريه مش التخلي على العموم. تمام. التخلي معناه هو النهارده ترك الشيء بمحض الادراك الكامل. حلو قوي. ترك الشيء بمحض الادراك الكامل، يعني انا مدرك تماما اني انا بتخلى عن الانسان ده، او بتخلى عن الصفه دي، او بتخلى عن يعني بتخلى عن حاجه محدده بمحض ارادتي ومحض ادراكي الكامل عن التخلي. حلو قوي. هو الحقيقه يا دكتور التخلي كمان مش دايما حاجه سيئه زي ما البعض فاكر، ولكن ده لكل مقام مقال. والتخلي له اشكال واعداد واوجه مختلفه، التخلي عن العواطف والمشاعر، التخلي عن افكار سلوكيات، عن مبادئ، لو حد بيتخلى للاسف عن مبادئه عشان يوصل، حد بيتخلى عن حلمه عشان في فتره من حياته عايز يحقق الاستقرار المادي لاسرته. والتخلي له شقين زي ما كنا بنتكلم، شق ايجابي وشق سلبي. امتى اقدر اقول ان التخلي شيء سلبي، وامتى اقدر اقول انه له وجه اخر؟ بصي احنا عشان نقول التخلي الحقيقي هو المفروض ان هو التخلي وانا مدرك عن شيء مؤذي، تمام، بيكون النهارده بيتسبب اذى ليا او اذى للغير، فانا بتخلى عن السلوك او عن الشخص ده لانه في قدر من الاذى، سواء انا اللي باذي او سواء انا المؤذي.
فبالتالي هنا بيكون التخلي ايجابي. وهنا يمكن حتى يعني على الاقابيل والاحاديث الكثيره في 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 الدين بتاعنا وفي المقولات الجميله والحكم، قال لك من التخلي تجلي. الله، يعني احنا بنوصل من التخلي للتجلي، لان احنا بنتخلى عن صفات ممكن تكون ذميمه، عن معاصي، عن ذنوب، عن ابعاد كتير ممكن تكون سلبيه بتضر نفسنا او بتضر الاخرين. هنا انا بقول التخلي بيكون هو في شكله الحقيقي الايجابي. لكن لما يكون النهارده التخلي بشيء سلبي، انه انا بتخلى عن دوري في مسؤوليه، بتخلى النهارده عن شخص انا مسؤول عنه او عن علاقتي بابنائي باولادي بمهامي الوظيفيه بايا كان، انا بتخلى. تمام، هنا بقى مش بتخلى، ده ما يفوش نوع من انواع التخلي، ده في نوع من انواع النهارده حقيقي كده، نوع من انواع سلب الاراده. يعني انا حد النهارده حقيقي بسلب ارادتي تماما، وبكون النهارده عايزه اقول لك ايه، بكسر اللي قدامي، لكن مش بتخلى، لانه التخلي لازم يكون فيه ضرر وضرار. انا هنا بضر الاخر لاني بتخلى عن مهامي انا، وما فكرتش في شيء النهارده انه الاخر ده ممكن يعود عليه بايه، هل ممكن يعود عليه باذى، هل ممكن يعود عليه بضرر، تمام ولا لا. الموضوع هنا بيكون شويه معقد وشويه حقيقي. في ناس بيكون احيانا التخلي بالامور اللي يعني هي يمكن بسيطه قوي او مش مشاعه كتير قوي، فكره ان انا ممكن اكون في علاقه وبتخلى عن الشخص ده لانه انا برضه هبقى مؤذي ليه، تمام، وبالتالي انا عايزه اسيبه الحياه افضل او 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 أيوه. فبالتالي هنا برضه بيكون التخلي ايجابي. لكن التخلي السلبي ان انت تكون عندك اساسا مسؤوليه ودور و، فده اسمه هروب وليس تخلي. ده هيخلينا بقى يا دكتور نروح لنقطة مهمة جدا في العلاقات، بما ان محور كلامنا النهاردة عن التخلي في العلاقات. لما يكون احد افراد العلاقة شخصية سامة ومؤذية، وطبعا في الحالة دي هيبقى التخلي في اطاره الايجابي، ازاي نتصرف لو احد اطراف العلاقة بتبقى علاقة سامة وبتأثر على البيت وعلى الاسرة، والى اي مدى ممكن يكون التخلي في الحالة دي قرار صائب؟ طيب، اللي انت بتتكلمي فيه ده من اهم الركيزه اللي يا ريت النهارده نعمل عليها ظبط. بس يمكن في البدايه كده واشاره ان احنا كانت جامعه هارفارد عملت دراسه حوالي 75 سنه، ودي خدت اجيال واجيال من الباحثين حقيقي، على اساس النهارده انه يكونوا بيرصدوا ايه الحاجه المهمه قوي اللي بتعيش وبتكون ويقيم عليها سعاده وقيان البني ادم. ففضلت النهارده 75 سنه مستمره الدراسه دي، ويمكن لسه منتشره قريبا واظهار النتائج بتاعتها قريبا. فكانوا بيرصدوا انه ممكن تكون الفلوس او تكون الشهره او تكون النهارده الاشياء الماديه او المهام او فكره الوظيفه او ان انت تكوني في مكان او في منصب معين هي دي السعاده الحقيقيه للانسان. لكن للاسف الشديد يعني اتضح انه كل اللي هم ارصدوه كان خطا تماما، والحقيقه الواقعيه والنتائج طلعت ان اللي اثر على سلامه الصحه النفسيه والجسديه لدى البشر او لدى العينه اللي تم النهارده الباحثين عليها هي العلاقات في حياتهم. حلو قوي، وخاصه ان العلاقات السامه او المؤذيه بتاخد من طاقتنا وبتاخد من صحتنا النفسيه والجسديه وملامحنا ومن عمرنا، ولو كمان بيت فيه اطفال واسره قائمه بالفعل بتاثر على الجو العام للبيت وعلى الاطفال نفسيا ومعنويا، وكمان بتاثر على الادواج وعلى ادائهم الاسري وعلى حياتهم. وعشان بقى اللي انت بتتكلمي فيه ده، انه هيبقى احنا كده قدام مش اعقد امور الحياه او اصعبها، يمكن من اخطر علاقه في الحياه هي علاقتنا ببعض. وسواء بقى النهارده لو بنتكلم على العلاقه، هنتكلم على الاثنين الشركاء اللي مع بعض، او الابيوزر او اللي هي العلاقه المسيئه او السامه او الخطره ايا كان المسمى بتاعها. للاسف الشديد يعني ناس كتير جدا بتتكلم على انه الشخص الابيوزر بس هو الشخص النرجسي، ويمكن انا عايزه اوضح النقطه دي بشكل متخصص شويه، ان النرجسيه اولا انواع كتير ومتعدده. الحقيقه بقت ترند دلوقتي على السوشيال ميديا. انا عايزه اقول لكل النهارده اللي بيتكلموا على فكره النرجسيه بشكل عام، يعني بقى في فعلا يعني عايزه اقول خطا شاسع، انه بدانا نرصد ان العلاقه السامه او العلاقه الخطره او العلاقه النهارده اللي بتاذي البني ادم او المؤذيه هي من العلاقه النرجسيه فقط. انا عايزه اقول ان النرجسي اولا ليه النهارده ليه انواع كتير جدا، على فكره منهم الطيب جدا جدا جدا، ومنهم الغير مؤذي، يعني منهم كمان الغير مؤذي، ما بيوصلش الاذى او الضرر للنتائج دي. لكن النرجسي اللي عنده ملامح السايكوباتيه هو ده الشخص اللي احنا بنقول عليه علاقه يعني مؤذيه. يعني ممكن يكون طيب ونرجسي جدا. طيب ونرجسي على فكره، في طيبين جدا، وفي عارفه بنقول عليه كمان غلبان،
عارفه بنفس المصطلح كده. فالنرجسيه عشان يمكن انا بس عايزه اوضح الموضوع ده لانه لقيته زي ما انت بتقولي كده بقى في ترند على السوشيال ميديا انه فكره ان العلاقات السامه هي كلها نرجسيه. لا طبعا الابيوسر حاجه او العلاقات المسيئه والسامه والخطره ممكن تكون النهارده من شخص اضطهادي على فكره. يعني الشخص الاضطهادي انا من وجهه نظري او من خلال التجربه واللي انا بشوفها يمكن كل يوم في العياده او في المركز او في الخبره بتاعتنا اليوميه تمام. الشخص الاضطهادي من اخطر الاشخاص اللي انت ممكن تتعاملي عليهم لان هو طول الوقت دايما شايف انه حيل مؤامره تبقى عليه انه اللي قدامه بيخطط له اللي قدامه عايز يهدمه. طبعا هي اللي خلته يبقى الشخص زي ما حضرتك بتقولي اضطهادي ويبقى يكون من اخطر العلاقات بالظبط المسيئه في حياه اي حد. وخلي بالك ان الشخص الاضطهادي كمان عنده يعني سوء الظن من حسن الفطن. يعني دي ترند بتاعته. فبالتالي احنا عندنا الظن ده كارثه الكوارث. هو بقى عنده الاضطهادي عنده المبدا الاساسي بتاعه سوء الظن من حسن الفطن عنده مش حسن الظن. فبالتالي انا ببتدي اتعامل معاكي تحت الرصد حتى ان يثبت العكس. فبالتالي انت طول الوقت مش في علاقه سويه مريحه. انت طول الوقت في علاقه راصده بالظبط. ففكره النرجسيه لا. فاحنا هنتكلم على الابيوزر او الشخص النهارده السام او العلاقات لانه احنا عندنا علاقات كتير او انواع كتير من الشخصيات ممكن تكون مؤذيه بالفعل. وعلى فكره مش لازم يكون الشخص اساسا لا اضطراب نفسي ولا النهارده انه يكون عنده مشاكل نفسيه. هو ممكن يكون الشخص ده اللي قدامه يعني انا يمكن هتكلم في الموضوع بشكل تاني مختلف ويمكن بحب نتكلم في زاويه تانيه مختلفه. الشخص اللي قدامه هو اللي ادى بيه انه يكون مسيء معاه. تمام. طب يا دكتور قبل ما نتكلم في النقطه دي احنا كافراد ازاي نقدر نميز ونفرق ان كنا احنا فعلا الطرف السام في العلاقه وعشان كده هيكون التخلي عني في الحاله دي قرار حتمي وازاي اقدر اواجه نفسي بده؟ بصي اللي انت السؤال ده رائع. الفكره بقى كلها في حته كده يعني احنا بنقول عليها معقده شويه ويمكن المشاهدين هيسمعوها مني لاول مره. يمكن احنا في العلاقات اللي هي الابيوزر او المسيئه اللي بتجيلنا في احيانا الشخص اللي هو جاي بالاذى اللي جاي بالاذى يعني انا انا حضرتك اللي اذياني وانت العلاقه اللي اذياني وسواء بقى نرجسيه اضطهاديه وات ايفر هيستوري ايا كان بقى انت نوع شخصيتك فبالتالي انت اللي اذياني. انا ببقى قاعد تحت النهار انا الفريسه تمام. لانه في عمق نفسي تمام كده. ودي قواعد على فكره اللي انا بتكلم فيها قواعد نفسيه كبيره قوي بتكون انه انا شايف انه انا ما استاهلش قيمه نفسي. تخيلي بقى وما استاهلش النهارده الحياه وما استاهلش ان انا اكون كذا فانا استاهل علاقه مؤذيه. تخيلي بقى بيني وبين نفسي وحد النهارده بيعاقبني نيابه عن نفسي. فلازم نخلي بالنا برضو احنا ده شخصيه عندها جلد ذات عالي جدا دي حقيقة. فبالتالي الشخصيات اللي بتعاني من جلد الذات احيانا هي اللي بتخلي نفسها النهارده فعلا عارفه مستمره في اللي هتقول لك انا مش قادره انهيها اصل انا عشان البيت عشان الولاد عشان ما فيش مصاريف عشان 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 بتحط اسباب واهيه كتير جدا. لان لما بندخل النهارده في العمق بقى ونبتدي ان احنا ندخل معاها في مناطق الكبت ونبتدي نكسر الموضوع بيكون الموضوع فعلا لحته النهارده عدم التقدير الذاتي لنفسها وهي شايفه ان هي شخصيه ما تستحقش الحياه. وده برده بيرجع للتربيه يعني والتنشئة. التربيه عليها عامل كبير ان انا ما اطلعش عندي ثقه في نفسي او تقدير لذاتي. بصي وخاصه اللي في شخصيات بتبقى مؤذيه وشايفه ان من وجهه نظرها مش انا الطرف المؤذي لان انا بيشوف عيوب وجهات نظري. يعني احيانا بيشوف نفسه مش غلطان انا الطرف الصح فليه انا اللي يكون قرار التخلي عني قرار صائب. يعني مش دايما الناس بيبقى عندها وعي كافي او حكمه ان هي توزن الامور وتشوف مين فعلا الطرف المسيء في العلاقه. هو ده بقى انت لازم تعرفي نفسك الاول. يعني فكره انا لازم اعرف نفسي وهل انا فعلا طرف مؤذي ولا النهارده انا طرف ممكن يكون بيؤدي لقدامي ان هو يأذيني او انا الطرف اللي النهارده الاذي. يعني لازم النهارده اشوف واعرف نفسي واقيمها كويس قوي. طيب تمام. انا عرفت نفسي وقيمتها وعرفت ان انا من الاطراف النهارده اللي فيها بيقع عليها فعلا الإزاء. وبالتالي الشخص اللي قدامي هو شخص فعلا ابيوزر وشخص مسيء وشخص فعلا في الاول في الاخر هو شخص بكل الاشكال علاقه سامه بيني وبينه. طب ايه اللي بيخليني استمر؟ يعني ايه اللي بيخليني النهارده ان انا ما اقدرش اخد قرار التخلي بقى على انه حد بيأذيني وممكن النهارده عشان بقى بدا يأذيني كمان ثقتي بنفسي بدات تتهز تمام. فقدرتي على التربيه النهارده ما بقتش القدره الحكيمه. قدرتي على اداره العلاقات الاجتماعيه كمان بقى فيها النهارده نوع من انواع عدم الثبات الانفعالي فيها وعدم القدره على اداره الامور مع العلاقات الاجتماعيه. بدات ان انا كل يبقى عندي خفقان في كل الادارات بتاعتي. طيب ايه اللي بيخليني استمر؟ احيانا بيبقى عندي يعني ايه 3-4 اسباب كده. اول حاجه احيانا نظره الخوف من الآخرين.
نظرة المجتمع، نظرة المجتمع اللي هو أنا، طب أنا لو أنا ست مثلا وهو شخص مؤذي، طيب أنا هبقى أطلق يعني اسمي مطلقة، طب أنا أولادي هيطلعوا مش عارفة إيه، وأحيانا بتخاف من الوحدة، ده السبب التاني. فأنا تمام. بالتالي بستمر هنا لإرضاء نظر الآخرين، والفكرة إن حفاظ على شكل معين أنا حابة إن أنا أكون في القالب ده وهستحمل أيا كان عشان فكرة نظرة الآخرين ليا، وإن أنا برضي نظرة الآخرين في إنه أكون الشخص المتزوج، إني أكون الشخص كذا. الحاجة التاني إن يكون عندي حاجة اسمها رهاب ذاتي. رهاب ذاتي اللي هي بقى كلمة الحروف بتقوليها، فكرة الوحدة، إني أنا أعيش وحيدة، وان الوحده هنا اساسا بتكون وحده نفسيه مش وحده فعليه. تمام. يعني احنا عندنا نوعين من الوحده، في وحده نفسيه انا ممكن اكون عايشه مع اولادي ومع امي ومع اخواتي ومع زوجي ومع كل اللي حواليا، بس منعزل عن الاخرين. لا لا لا، منعزل نفسيا عن الاخرين. منعزل نفسيا. تمام. انا بعمل كل الاجتماعيات وكل حاجه، بس انا حاسه بالوحده بيني وبين نفسي، دي اسمها الوحده النفسيه. وممكن اكون فعلا يكون عندي وحده حقيقيه او وحده فعليه. انا والدي والدتي مش موجودين، ما عنديش النهارده اصحاب، ما عنديش مجتمع ممكن انتمي اليه. تمام. فبالتالي انا بفضل اسيره العلاقه دي لانه انا فعلا وحيده فعليا. طب يا دكتور، في حاجه مهمه جدا، ان احيانا بيبقى جوه الاسره الوحده وفي تخلي شايفينه باقصى الصور الحقيقه بين الاخوات، بين الام والاب احيانا بيتخلوا عن ابنائهم. ممكن ابني يتزوج ويبقى له حياه وله اسره ويبتدي ان هو بقى خلاص يهمل الام اللي هي مسنه واللي هي محتاجه رعايه صحيه عشان ما بقتش من اولوياته واولوياته الاسره. فايه اللي بيخلي الاسباب اللي بتخلينا نتخلى عن اقرب الناس لينا بالصوره القاسيه دي؟ بصي، هو هنا بقى ما اسمهاش تخلي. احنا قلنا التخلي هو ادراك بمحض ارادتي بالكامل. تمام. وانه بيكون النهارده ضرر لنفسي يا اما ضرر للاخر، يعني. تمام. انا برفع ضرر على نفسي او ضرر على الاخر. تمام. هنا انا بضر اللي قدامي، فدي اسمها هروب من المسؤوليه. تمام. انا بضرك، دي ما اسمهاش تخلي. انا حته ان انا اهرب اساسا من دوري ومن مسؤوليتي تجاه والدتي او تجاه زوجتي او تجاه ولادي او تجاه الكلام ده كله، لانه انا شخص اساسا يعني عديم الاهليه زي ما بيقولوا. أيوة. انا شخص النهارده مش ذات مسؤوليه، فكره ان انا بقيت شخص اعتمادي. يعني ممكن تكون الام دي في حد ذاتها اللي هو النهارده يعني هنقول سابها وهرب من مسؤوليتها، تمام، هي اساسا خليته شخص اعتمادي، كانت يعني بتعمل له كل شيء، وكل لما بيجي في اي غلطه او اي حاجه انا الام اللي بحنه وبطبطب. وبعدين كمان النهارده بالظبط هي خلقت شخص النهارده متمركز حول نفسه او شخص اناني. فبالتالي تمام. اول النهارده لما بيبتدي يقول انا نفسي بيعمل ايه؟ بيترك الام دي. تمام. لان هي اللي علمته ان انت النهارده ما ينفعش شيلت اي حاجه. تمام. احيانا برضه يا دكتور بتبقى في اسباب بتخلينا نتخلى عن الاخرين، زي الافكار السلبيه اللي بيتصدرها مثلا وسائل الاعلام او الاعلام الموازي اللي هو السوشيال ميديا والشبكات الاجتماعيه. بيحصل عند الافراد ترسيخ افكار معينه خاصه بالعلاقات او بالاشياء بترسخ في ذهنه، فيبتدي ان هو ما يتمسكش بعلاقات المفروض ان هو يتمسك بيها. ازاي نقدر بقى نتحكم في نفسنا بحيث ان احنا ما نتخلاش عن علاقات ممكن تكون مهمه في حياتي، ولكن الافكار السلبيه دي نتيجه ان انا مش عارفه اسيطر عليها بتوجهني لاتجاه اخر؟ لانه اولا انا عشان ما اكونش النهارده قادر اسيطر على افكاري، فبالتالي انا شخص النهارده عندي مشكله اساسا في اداره الذات. يعني انا عندي مشكله في اداره الذات، وعندي مشكله اساسا في القيمه وفي الهويه الشخصيه بتاعتي، وعندي مشكله في ثقتي بنفسي. والجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، انه مجرد ما ان اسمع او انه اعرف مثلا من بوستات او من مسلسل من ايا كان بقى، تمام، انه لا 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 الشخص ده كذا، انا يلا نفسي، انا اهم حاجه نفسي، انا مش عارف ايه الكلام ده كله، الشخص ده ما عندوش اساسا فكره المسؤوليات والواجبات. فكره الحقوق والواجبات احنا علمنا اولادنا من وهم طالعين، او الشخص ده انت عارف ايه الحق اللي ليك وايه الحق اللي عليك؟ لان هو الشخص ده مستحيل يكون عارف الحقوق والواجبات كما هي. فبالتالي عارفه احنا بنقول كده انه لو ذكر هو ما عندوش صفه الرجوله. تمام. لان الرجوله النهارده من اهم مواصفاتها الحقوق والواجبات واعطاء الحقوق والواجبات. حلو قوي يا دكتور المعنى ده. والحقيقه التخلي وثقافه التخلي لازم تكون موجوده عندنا، زي ثقافه التمسك. ده اكيد. ونحن بنأكد على ثقافه التخلي وليس صفه التخلي. التمسك قوه وايضا التخلي قوه. ده حقيقي. وفي طبعا ثقافه التخلي الصحي اللي محتاجين ان احنا نعممها في مجتمعنا. والحقيقه سيدنا عمر
عمر بن الخطاب الفاروق لخص كل التخلي الإيجابي بأنه هو قال اعتزل ما يؤذيك، والإمام الشافعي قال زي حل كل مشكلات العلاقات، فإن تدنو مني تدنو منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائية، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إدامتنا أشد تغانية. في الحقيقة بشكر ضيفتي الكريمة دكتور جيهان الشرقاوي استشاري الصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكي، وبشكر حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم قبل نص ساعة من دلوقتي وحلقة جديدة وموضوع جديد وبيوت دافية. أنا كنت معاكم نسمة عبد الوهاب، دمتم في أحسن صحة وأحسن حال، وبشكر حضراتكم وبشكر ضيفتي الكريمة. شكرا ميرسي جدا ليكي أستاذة نسمة، ميرسي جدا ليكم. Thank you.